انا كنت واجد في القطعه ديالي اللي شريت ديال الارض من بعد حركت وجيت وخديت واحد القدوه والحمد لله انا دابا فيها. كنت واجد بواحد الشعور واحد السعاده كثير ما نقدرش نوصف لك على الفرحه ديالي وانا فيها. السبب اللي خلتني نهاجر هو الفقر. بغينا نمشيو لاوروبا كنا بغينا باش نحسنوا الوضعيه ديالنا وديال والدينا وديال الاخوه. حس ما كان من النهار اللي مشى حرك ما كانش عارف ملي ملي وصل العيد الكبير وملي قلت لخوتو فين خوكم قالك خويا راه حارك. العيد الكبير بقى فيا الحال بزاف على ولدي. دونك ماتت معايا 23 واحد ما قدروش يدخلونا لايطاليا ردنا. يلا تولد من جديد عثمان ملي رجع يلا بحال يلا تولد من جديد. ديك الفرحه ديالو ملي جا ما توصفش بيني انا والام ديالو. As a mentor, my mission is to work with the beneficiaries who came back to Morocco. So my role is to go with them step by step to achieve their goals here in Morocco. So my mission is based on working with the beneficiaries to make them reintegrate in their society, in their communities. Here I'm talking about three dimensions: psychological dimension, economical dimension, and psychosocial dimension. It's very hard to come back to Morocco. They feel it's a shame. It's a real shame to spend money, to spend time, and to go back with nothing. Firstly, I should contact the beneficiaries when they came back to Morocco in order to make sure that they came back safely. Then I start to make plans with them. I call them almost every day to know about them, about their lives, about their family, about their problems, in order to overcome their problems. استفدت واحد الدعم عطاتني بعدا واحد الطاقه بان راه كاينه اعانه كاين الناس اللي غيمدوا لك يد المساعده. رديت واحد الثقه في النفس ديالي. الاحساس ديالي الحمد لله ملي بقيت هنا بالحياه. So when we get sure that this person is integrated socially, we start the next step, which is the economic dimension. We start talking about what we should do, what is the next step, how to gain money, how to reintegrate economically in his community, and how to get the respect of the others. كنتبع مع الاجراءات سنديت الوقت اللي خرجوا الفلوس مشيت خديت المهن خديت المهن مشيت اديت الامانه لمولاها وهما اللي غيولدوا ليا ومن بعد غادي نزيد ان شاء الله الرحمن الرحيم قدام غادي نشد فيهم فلوس انا وقضي بهم الحاجات ديالي وغادي نشري وحدين صغار هكاك وغادي هكاك الحياه شويه كنصرفو شويه نخليه ونحفر البير وندير الشجر ونولي يخدموا معايا انا واحد ثلاثه د الناس ولا اربعه بغيت نكون قدوه لهاد الناس اللي كيمشيو يحاربوا خدموا معايا الناس خدموا معايا الدراري اللي كيحاربوا باش من بعد ما يبقاوش يمشيو يهاجروا قتلوا راسهم في البحر وهكا غادي نختلطوا غادي نخلقوا فرص شغل في البلاد ديالنا. If we get a person who has self-confidence, a person who knows what he wants to do, a person who relies the community around him, I'm sure that this person is on the right way. كنحس احسن راحه واحسن قوه اقسم بالله العظيم وانا في الطراف ديالي خاصني نخدم